السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في كويزين شهرزاد. اليوم ما شاء الله جبت لكم وصفه كيكه البرتقال، ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. اذا عجبتكم لا فيديو ما عليكم ديروا لي جيم ومرحبا بجدد. الو، بسم الله. المقادير عندي لهنايا، عندي 4 حبات بيض كبار، عندي زست تاع 2 حبات برتقال، 2 حبات تينا، عندي لهنايا كاس تاع 240 مليليتر تاع زبده دايبه، عندي كاس الى ربع تاع السكر، عندي كاس تاع عصير البرتقال، وعندي 2 كيسان تاع فارينا نقدر نزيد لها اكثر، وعندي ان باكي تاع لا ليفور شيميك بلس ان دومي، صافي 15 غرام تاع الخميره الكيميائيه، وعندي دو لافاني. الوغ بسم الله الوصفه، حطيت لهنايا زاز تاع لورونج، زدت له 4 حبات بيض توعي. لهنايا في هذه المرحله تقدروا تستعملوا سوا لو فوي كيما راح نستعمل، ولا تستعملوا لو باتور كيما تحبوا. الو حطيت الكاس تاعي تاع السكر، الكاس الا ربع تاع السكر، نبدا نخلط لهنايا بالفوي، نخلط مليح حتى كيدوب لي هذاك لو سكر، نزيد دو لافاني، راح للمقطع لهنايا، نزيد لافاني تاعي نحط لها اون كويار كافي تاع لافاني، ونزيد نكمل نخلط بالفوي. لهنايا عندي زبده دايبه، نتوما تقدروا تستعملوا الكاس تاع زيت، يا با بروبليم بور سا. الوغ نفرغ الزبده تاعي، زبده دايبه كاس كاس تاع 240 مليلتر. Je préfère répéter à chaque fois. باش هكذا باش تفهموا الوصفه تاعي كيما نقول لكم. الوغ لهنايا كيما راكم تشوفوا في الصوره، او قادين لي غرومو تاع الزبده، ما تخافوهاش باسكو رايحين ندوب لنا الزبده وراح تنسجم لنا مع لا فارين. لهنايا نبدا نحط لو جو دونج تاعي، بس كاس تاني تاع 240 مليلتر تاع عصير برتقال، نقعد نخلط بالفوي. لهنايا في هذه المرحله انا كملت لي برودوي ليكيد، ودوكا راح نجوز لي برودوي ناشفين. الوغ عندي لهنا نحط لو برومي فيغ تاع لا فارين تاعي، نزيد له لو باكي اي دومي تاع لا ليفور شيميك، كيس ونصف تاع الخميره الكيميائيه، نصفيوه بيان سور باش يكون لو كيك تاعنا مهوي. لازم نصفيوه، لازم لا فارين تاعنا تجوز في الغربال pour avoir un très bon gâteau ou la une très bonne génoise ou la n'importe. لازم نصفيها، هذه سي اوبليغاتوار surtout tout ce qui est gâteau. الوغ نقعد نكمل بالفوي، نزيد الكاس الثاني، نزيد الكاس الثاني كما راكم تلاحظوا في الصورة، ولهنايا جو فيريفي. شوفوا البنات، كي نطلع لو فوي تاعي اذا هذاك لو ليكيد راهو يتقطع لي، صافي ما يجيناش خيط ديريكت، صافي دير اي لاباري تاعنا راهي مخصوصه لا فارين، تماك اللي نعرف بلي لازم نزيد لها لا فارين. اذا ما تقطعناش صافي دير لا فارين اي سوفيزونت لهاد لا روزيت. نقعد نخلط ونشوف اشاك فوا جو فيريفي اسكو هادوك لي دو فيغ كفاوني، وانا في هاد لا روسيت ما كفاونيش لي دو فيغ، اي بان زدت كاس غير ربع واحد اخر تاع لا فارين، هكذا مازالو يتقطع، نزيد تانيك لا فارين. لهنايا راح نزيد، لهنايا حطيت 2 كيسان تاع الفرينه، وكل وحده ولا فارين تاعها، ورايحه نزيد كاس غير ربع تاع لا فارين تاع
تماك نكون لحقت لا تكستور اللي راني حبتها. راح نزيد الكاس الا ربع، ولهنايا نحبس. ما تنساوش ملاحظة ثانية باللي لو فور تاعي قبل ما نبدا الوصفة راني شعلته على 180 درجة، على 180 درجة، وخليه يسخن وندير الوصفة تاعي ونحط ديريكتومون دون ان فور بري شوفي. هاوليك لو مول تاعي، انتوما ديرو نيمبورت كان مول اللي حبيتوه. انايا هذا الكيك سي مولا كيك مي كبير، انا ديت الكبير كاع لي سي بورسون اللي استعملت 4 حبات بيض. انتوما اذا كان عندكم لو مول بلو بوتي كو سا استعملوا اموا 3 ولا 2 على حساب الميزان عينكم، هي ميزانكم سورتو في لي مول. انا استعملت هذا المول راهو كبير، سي بور سا استعملت 4 حبات بيض. لهنايا ندخلو داخل الفوق تاعي لمدة 40 دقيقة. انا يكفتني المدة تاعي اللي استعملتها هي 40 دقيقة. لهنايا لحقنا لو كلاصاج تاعنا، راح نديرلو ان تي كلاصاج من الفوق او ميم طون سيرو. لهنا واش حطيت عندي لهنايا 4 مغارف كبار تاع سكر غلاس، راني نشمخهم بجو دورونج تانيك بعصير برتقال، نقعد نخلط بوغ افوار اون بون تيكستور تاع الكلاصاج. نتوما لا تيكستور اللي تحبوها، اذا كنتو حبيتوها فريمون غليظة هذيك لا تيكستور تاع لو كلاصاج هذا، ايلي فريمون سام مي ايلي بون. تقدروا تكثروا شويه سكر غلاس للفوق باش تجيكم فريمون ايباس هذيك هذاك لو غلاساج تاعنا يجينا ايبي. فوالا كيما راكم تلاحظوا في الصوره لهنايا، انا هذا هو اللي انا حبيته، واللي قعد لي هذاك جو دونج اللي قعد لي واش راح ندير به؟ راح نستعمل راح نشمخو في لو مول تاعي. لهنايا نخلط مليح باش ما يجوناش دي غريمو ويجينا لو كلاصاج تاعنا ليس من الفوق. لهنايا زدت له شويه جو دورانج. هاوليك لو مول تاعي بعد ما طيبته قص 40 دقيقه، راني نشمخو دوكا قبل ما نديموليه من لو مول. واش راح ندير؟ راني نشمخو بهذاك لو جو دورانج اللي قاد لي، ونخليه قص 10 دقائق قص ما يرتاح ويبرد و ميم طون يتشمخ لنا دو لانتيريور باش هكذا باش ما نحسوش ناشف في فمنا كي ناكلوه. فوالا راني ندير لكم بيدي بلي خلوه 10 دقائق اي ابري اون لو ديمول. هاوليك كيما راكم تشوفوا لهنايا، هاي ليك النتيجه الاخيره تاع لو مول لو كيك تاعي. حطيت فوقه هذا لو كلاصاج تاع سكر غلاس اي دو جو دورانج. تقدروا ميم ديرو اون كويير ا سوب تاع المزهر، سا دون تاني كان تري تري بون غو لهذا لو كلاصاج تاعنا. وقلت لكم انا نحبو شويه هكذا ليكيد، نتوما تقدروا ديرو خشين برك تكثروا شويه لو سكر غلاس كيما راكم تلاحظوا في الصوره. انا لهنايا بوغ اون بتيت ديكوراسيون زدت له دي ترونش تاع دي زورانج من الفوق، وانتوما لا ديكوراسيون اللي حبيتوها حطوها. مي شوفوا البنات الدار راهي كاع تريح بلي زونج. واش نقول لكم لودور دورونج راهي كاع الدار. ان شاء الله تسيو هذه الوصفه، ان شاء الله تعجبكم، واذا عجبتكم هذه لا فيديو مالكم ديروا لي جيم لا فيديو، ومرحبا الجدد اللي راهم تقدموا وابونيو عندي، مرحبا بكم. هكذا اذا حبيتو كاش وصفه خلوها لي في التعليقات في لي كومونتير، وانا ان شاء الله باذن الله نلبي لكم الطلبات تاعكم. الى اللقاء.